في الأزمة المصرية، الجيش يسيطر على محيط القصر الرئاسي شرقي القاهرة، حيث اندلعت مواجهات بين مناصرين ومعارضين لمرسي أدت إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى. والأزهر يطالب الرئيس بتجميد الإعلان الدستوري. وللمزيد بشأن الأزمة المصرية ينضم إلينا مراسل الام تي في في القاهرة هشام مهران. هشام، أهلا بك. ماذا عن الكلمة المرتقبة ليلا أو مساء للرئيس مرسي، وماذا عن الوضع الميداني؟ نعم، يعني هذه الكلمة المرتقبة للرئيس المصري محمد مرسي، والتي تأتي حوالي 24 ساعة من اندلاع الأحداث، حسب المتحدث باسم الرئاسة فإن هذا الخطاب سيكون مؤثرا. هو استخدم هذا اللفظ في وصف الخطاب، وسيتحدث فيه عن حلول للأزمة. الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس يعني خلفت حتى الآن 6 قتلى قتلوا بالرصاص الحي وبطلقات الخرطوش، وهو عدد مرشح للزيادة، وأكثر من 680 مصابا، وكذلك إصابة 35 من الشرطة خلال هذه الاشتباكات. محيط قصر الرئاسة الآن تسلمه بالكامل قوات الحرس الجمهوري، وهي المسؤولة عن تأمين مقر الرئاسة. وصرح قائد قوات الحرس أنها لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما وجه خبرا إلى المتظاهرين بأنه سيتم إخلاء محيط قصر الرئاسة في مصر بحلول الساعة 3 عصرا، أي بعد حوالي أقل من ساعة من الآن، وسيحظر تماما أي تظاهرات في هذا المحيط. أيضا صباح اليوم محيط القصر الرئاسة شهد تواجد مكثف للمؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي، وقاموا بافتراش الطرقات المحيطة بالقصر، وقاموا بنصب 8 خيام بالجهة المقابلة. سريعا تعليقا على الصورة الموجودة الآن على الشاشة، فإن القوى السياسية تتهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين بسحل بعض المعارضين، فضلا عن قيامهم بقطع أذن معارض آخر أصيب بغيبوبة تامة، وهو الآن في المستشفى. أيضا يعني القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق، قال أن الدماء التي أسيلت اليوم وأمس أمام قصر الرئاسة يتحمل مسؤوليتها الرئيس محمد مرسي، وأن استبداله لقوات الأمن بمؤيدين له هو انهيار للدولة. هناك عدد من المسيرات أيضا للقوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري المحصن لقرارات الرئيس، والرافضة للدستور الجديد الذي لا يحظى بتوافق وطني، تنوي القيام بمسيرات عصر اليوم إلى مقر الرئاسة. أيضا تم حرق عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة في مدينة السويس وفي مدينة الإسماعيلية، وكان هناك محاولة لاقتحام المقر في مدينة دمياط. أيضا الاستقالات تتوالى في صفوف الفريق الرئاسي للرئيس. بالأمس 3 من مستشار الرئيس كشفوا عن أنهم قدموا استقالاتهم من الهيئة الاستشارية قبل أسبوع كامل. انضم إليهم اليوم مستشار رابع هو محمد سيف الدولة، وأيضا مستشار خامس هو الدكتور رفيق حبيب، لينضموا إلى 2 السابقين، ليرتفع عدد المستقلين من الفريق الرئاسي منذ بداية أزمة الإعلان الدستوري إلى حوالي 7 حتى الآن. أيضا صدر بيان من أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي يضم حوالي 200 دبلوماسي، يقولون أنهم لن يشاركوا في الإشراف على الاستفتاء المقرر يوم السبت، باعتبار أنه مشروع دستور تسبب في إراقة دماء المصريين. هناك تحضيرات تجارية على قدم وساق لمليونية غدا تحت اسم الحشد العظيم، احتجاجا على الإعلان الدستوري والدستور الجديد. الزميل هشام مهران، شكرا لك من القاهرة.